اللي فاز معانا النهارده بكل الحب والتقدير. خلاص بكل الحب والتقدير. انت ايديك مرتعشه ليه؟ لا تمام والله عادي. ها؟ الفايز النهارده معانا هو 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 الاثنين هو خلص يا يونس هيبقى بجد. نسي الاسم. الفايز النهارده معانا هو اللي هيكمل ان شاء الله معانا هو يا عم خلص. اللي هيصفي الحلقه الجايه هو انا همشي بالبرنامج. هو اللي هيكمل هو. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركه الله وبكل الحب نتمنى للي ما فازش النهارده ان شاء الله ربنا يوفقه لانه ممثل جامد قوي وانا مقتنع بيه قوي. لكن واحد بس اللي فاز وكل التوفيق ليه. لحظة صعبة عليا شخصيا انا يا رب هايط. اللي فاز معانا النهارده الاثنين فازوا بقلوبنا. الاثنين فازوا بقلوبنا جميعا مشاهدين ومدربين ومحللين ولجنة تحكيم ومصورين وكل حاجة. لكن اللي فاز معانا النهارده صدق انا مش عايز اعرف ولا انا. النجم القادم ان شاء الله بسرعة الصاروخ نطلع بورق الحائط وننزل بورق الحائط. النجم القادم مصطفى نبيل. ايوه يا سلام يا سلام يا سلام. مبروك يا مصطفى. مبروك يا مصطفى. مصطفى يعني متاخد يا سلام كريم. مصطفى نبيل طبعا بعد حساب الحقيقه الاتصالات واراء لجنه التحكيم ودرجاتها وكمان ما شاء الله التصويت الحسم يعني الاتصالات كانت في صالح كريم لكن التصويت حسمها لمصطفى. كل الشكر ليك وكل جمهورنا. حلقه ولا احلى ولا اروع ولا اجمل بيكم انتم يا احلى جمهور في الدنيا. ياسر ذكروني كلمه صغيره بسرعه. مبروك ليك يا مصطفى. مبروك ليك يا كريم. ان شاء الله تنورونا وتسعدونا وانتم الاثنين موهوبين جدا وجمهور المجد الحبيب. نتمنى ان الحلقه النهارده تكون فعلا على قد